أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقة النهاردة هتكون مميزة وهتكون مختلفة، هنتكلم فيها عن قانون الأسرة وهنركز مع بعض عن النفقة وأحكامها وعقبات التنفيذ وكل ما يخص النفقة. هيكون مشرفنا الأستاذة المحامية داليا نعمان، محامية بالنقد والدستورية العليا، مؤسسة مبادرة حقك راجع. طبعا الأستاذة المحامية داليا نعمان لها باع طويل جدا في المجال ولها ورش عمل ولها أشياء كتيرة جدا، فتعالوا نتعرف عليها مع بعض. أستاذة داليا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت وشرفت برنامج حلم حياة. في البداية طبعا قبل أي حاجة، طبعا حضرتك مؤسسة مبادرة حقك راجع، تمام؟ عايزين نعرف بقى المبادرة ديت الفكرة بتاعتها كانت إزاي والبداية جت إزاي؟ تمام. هو أولا بالنسبة للمبادرة، هي جت طبعا زي ما حضرتك يعني بدأت كلامك، إن هي جت بعد باع طويل جدا جدا من العمل العام والعمل النقابي، يعني من خلال رؤيتي أنا كمحامية، شايفة إن أنا يعني لازم يكون ليا دور في المجتمع. أنا سيدة قانون، بشتغل بالقانون وعلى القانون، تمام. في ثغرات كتير جدا بتقابلني، وفي يعني عوار في نصوص كتير جدا في القانون، يعني طبعا دي أنا بكتشفها أو بحسها من خلال عملي، من خلال يعني إيه الممارسة اللي هي الطبيعية أو الرسمية اللي إحنا يعني طبعا كلهم في المحاكم، فطبعا بتقابلني عقبات كتير جدا، سواء في النص نفسه أو فيما بعد ذلك بخصوص التنفيذ، تمام. فمن هنا جات لك فكرة المبادرة. ندخل بقى في موضوعنا وهو قانون الأسرة والنفقات، تمام. عايزك في البداية كده تعرفينا إيه هي النفقات. تمام. النفقة هي أثر قانوني بيترتب على عقد الزواج، وهي معرفة نفسها يعني يعني جاء من الإنفاق، بس قلت زي مع الرجل خلاص بعد عقد الزواج، سواء يعني إحنا متزوجين لسه أو حتى لو في انفصال، فأنت ملتزم إن أنت تنفق عليا او على الاطفال، يعني تمام، سواء هي موجوده معاك او هي منفصله. طبعا لها احكام ولها طبعا ضوابط، فعايزك تكلمينا عن احكام النفقات. تمام. بخصوص احكامها وكيفيه تنفيذها والعقبات اللي بتواجه المحامي او اي شخص لما بيجي ايه ينفذ الاحكام دي. تمام. انا النهارده خدت حكم نفقه، مفيش اي مشاكل بالنسبه لي فيه. النفقه عامه بتبقى ماكل ملبس مشرب زي ما احنا بنطالب بيها، ليها الحكم بتاعها، سواء بنص القانون او سواء عن طريق التداول الاحكام يوميا، يعني احنا بنحصل عليها. تمام. بالنسبه حكم النفقه تنفيذه، هي دي المشكله عندي. بتواجهوا صعوبه في تنفيذه؟ بنواجه صعوبه في حالات كتيره. الحالة اللي تهمني أنا تحديداً النهاردة، إن أنا لو أنا هنفذ الحكم ده عن طريق لو المدعى عليه اللي هو الراجل اللي هو ملتزم بسداد الحكم أو تنفيذه، هو مش بيشتغل مثلاً، يعني مش قادر أنفذ عليه في أي جهة عمل هو بيعمل فيها، تمام؟ لو الراجل ده بيشتغل عمل حر، فأنا مضطرة النهاردة أنا أنفذ عليه. طب أنفذ عليه إزاي؟ أيوة. هنخش في حتة بنك مصر او في الجزئيه المتعلقه ببنك ناصر. بنك ناصر اللي هو اللي هو بيلتزم بتنفيذ الاحكام. بالظبط كده. يعني بنك ناصر بيلتزم بتنفيذ الاحكام، تنفيذ الاحكام عن الناس اللي هي شغاله عمل حر. تمام. طيب البنك ده يقوم باستيفاء مبالغ المحكوم عليهم مثلا؟ هو البنك عشان نتكلم مصالح بس المدعية. الاول هو البنك ايه يعني، هو المفروض انا عندي قرار وزير العدل، تمام. القرار ده بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، تمام؟ بيشتغل عن إيه البنك؟ عن طريق إيه؟ بيشتغل عن طريق أو بيقتضي الفلوس دي من صندوق الأسرة، اللي هو ليه موارد، خلاص باخد أنا منه كبنك ناصر، تمام؟ المبالغ دي اللي هي المستحقة للنفقات وبسددها، تمام. عندي قصور وعندي عوار تشريعي كبير جدا جدا. انا لما اجي اتكلم عن بنك ناصر تنفيذ النفقات، تنفيذ احكام النفقات، هتكلم عن قرار وزير العدل اللي هو صادر عام 2004، تمام. طبعا احنا بنتكلم في 16 سنه. البنك او القرار تقريبا تحديدا بتاع وزير العدل اداني، حدد لي كده بنص الماده ان انا المبلغ المتكفل به البنك 300 جنيه تمام، والرئيس مجلس اداره البنك ان هو يزود الايه المبلغ ده كحد اقصى 500 جنيه. يعني حضرتك شايفه ان القرار ده مش ماشي مع متطلبات الحياه دلوقتي، يعني خالص. ما حصلش لا لا تغيرات. لا 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 لا، احنا بنتكلم في قرار صدر في 2004، بقول لحضرتك 16 سنه. احنا النهارده في وضع يختلف تماما عن شهر فات، يختلف تماما عن 5 شهور طبعاً. سنه فاتت، فاحنا في متغيرات اقتصاديه واجتماعيه يوميا. استحاله هتيجي مثلا لست
يعني مثلا تعليمها مثلا متوسط او على قد او ما اتعلمتش خالص تمام، وفوجئت خلاص ان هي بقت منفصله تمام وتعول طفل او اتنين او ثلاثه بالظبط، يعني 300 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه او 2000 جنيه يعملوا ايه في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. يعني حضرتك شايفه ان لازم يكون في قانون يناسب يعني تغيرات الحياه ويناسب الحاله الاقتصاديه والتغيرات دي كلها. نادينا بالكلام ده لسنين طويله من خلال مؤتمرات، من خلال ورش عمل، من خلال ندوات، كل ده بطالب بيه ليا سنين طويله، بتكلم عن نفسي تمام طالبنا كتير جدا بان المفروض القرار ده يتعدل، هو وجوبي تعديل القرار ده وجوبي، لان احنا في ظل المتغيرات. انت النهارده سهل جدا يطلع قرار بكره الصبح سواء من وزير العدل من رئيس الجمهوريه خلاص بتعديل القرار ده طبعا يتماشى مع مصالح، وهيوفر عليا مشاكل وهيوفر عليا عقبات وهيوفر عليا حاجات كتير جدا. انا النهارده بقول لك، انا جايه لك النهارده يا بنك مصر بحكم ايا كان الحكم ده، انا جايه لك 500,000 2000 ايا من كان، انت ملزم تنفذه لي. تمام. طبعا هو حضرتك بتقولي مثلا 300 جنيه دول في حاله ان هو لو الشخص مش شغال، شغال اعمال حره فقط لا غير. تمام. اما لو موظف الوضع بيختلف على ما اعتقد. بالظبط بالظبط. بتتجه لمحل العمل بتاعه، بتقدم الحكم بتاعها، الصيغه التنفيذيه بتاعتها، وبتستلم الفلوس بتاعتها. يعني المشكله الكبرى في الاعمال الحره دي. بالظبط. تمام. بالزبط. طيب دور بقى مكاتب التسويات ايه؟ تمام. بخصوص يعني نفقات؟ مكاتب التسويات الاسريه في القضايا ديت دورها تمام. هنتكلم برضو في خصوص النفقه. تمام. اولا بالنسبه لي انا نفقات وحاجات تانية كتير يعني بشكل بالنسبه عام. لي انا شايفه ان مكاتب التسويه بصفه عامه المفروض ان هي تتلغي خلاص، لان هي ما حققتليش المطلوب منها. انا بعمل النهارده تسويه، بعمل تسويه ليه؟ عشان خاطر اصفي النزاع ودي ما وصلش بيه للمحكمه. ده مبدئيا. تمام. طبعا ده ما بيحصلش. اولا 90% مش هبالغ بقول اكتر من كده يعني، من الطلبات اللي بتتقدم لتسويه الصلح ما بين الطرفين النزاع ما بيحضرش حد فيها. لا المدعيه ولا المدعى عليه حتى. تمام. ما بيحضروش. فانت كده انت بتعرقل لي سير الدعوه. يعني انت بتديني النهارده عشان اروح اقدم طلب تسويه، فبتديني ايه؟ اسبوعين عشان تحدد لي جلسه. خلاص بعد اسبوعين من تحديد الجلسه بتديني اسبوعين كمان عشان خاطر ارفع دعوه. فانت كده عطلتني ما مشيتنيش. يعني وبعدين بيمد المده كل فتره وخلاص. وبعدين احنا لو النهارده افترضنا ان احنا قعدنا مع بعض في مكتب التسويه واتفقت انا وحضرتك ان احنا ايه هنتفق مع بعض على نفقه سواء ليا او للولاد. تمام. طيب خدنا العقد خلاص من مكتب التسويه واتختم بالصيغه التنفيذيه بتاعته، حبيت اطلع على بنك ناصر عشان ينفذ لي الحكم ده، يقول لي عفوا انا اسف. طب ده عقد اتفاق وفي صيغه رسميه، يعني جاي لك بيه بختم محكمه بيقول لك ان ده واجب النفاذ، معاه الصيغه التنفيذيه دي يعني واجب النفاذ، يقول لي لا انا اسف انا عايز حكم باسم الشعب. تمام. احنا اتكلمنا عن قرار وزير الداخليه بخصوص المبلغ. وزير العدل. تمام. وزير العدل بخصوص المبلغ، اسف. طب تمام. وزير العدل بقى بالاحكام، تنفيذ الاحكام قراره ايه؟ اللي هي قواعد التنفيذ اللي هي ايه الخاصه بالاحكام دي؟ ما هو احنا قلنا ان انا عندي قرار وزير العدل بيلزم البنك ان هو يصرف مبلغ معين. تمام. فاحنا انا مشكلتي دلوقتي في ان المبلغ ده لازم يزيد خلاص، يعني كحد اقصى مثلا 1500، زود لي 300 جنيه اللي عندك في نص القرار. ال 300 جنيه دول اللي انت حاططهم لي في نص القرار حضرتك مشكورا لازم يزيدوا. تمام. نقول 1000 ونص كحد اقصى، بحيث ان الست النهارده لما تيجي تروح معاها بحكم وعايزه تطالب بيه تقدر تصرف، تقدر تعيش عيالها، تقدر تاكل، تقدر تشرب، تلبسهم، تعلمهم. لان النهارده انا عندي بعض الانفصال خلاص، صله الراجل بالست بتاعته خلاص بتنقطع وبتنفصل تماما، هو ملوش دعوه. تمام. خلاص ويقدر يتجوز هو ويعيش وحياته تمام، مفيش اي مشاكل. هي فتاخد حقها اللي بتقابل يعني على الاقل. بالظبط كده. تمام. تاخد حقها خلاص. وبعدين انا عندي الدوله نفسها كفلت لي ده، كفلت لي ده بالدستور، وكفلته لي بالقانون، وكفلته لي تحت 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 بنود كتيره جدا. يعني عندي الدوله راعيه لمن لا راعي له خلاص. ده كان يعني تصريح كبير كده، يعني رئيس الجمهوريه نفسه قال الكلمه دي. فانا بلجأ للدوله النهارده. تمام. طيب لو هنتكلم بقى عن الحبس. تمام. قول لنا ايه القانون اللي بيتطبق على المدعي عليه؟ ده بالنسبه لقانون الاسره. قانون عندي الاسره طبعا. لا ما هو احنا هنتكلم برضو في شقين عندي.
الحبس عندي بالنسبه لقانون الاسره عندي ماده بتحكم الجزئيه دي بتديله حد اقصى 30 يوم. ممكن يقل. تديله 30 يوم ممكن تقل، يعني عندي احكام مثلا باسبوعين، عندي احكام باسبوع 7 ايام. يعني لو المبلغ 50-60 ألف جنيه انا مش عايزاه تحبس خالص. يعني 30 يوم فيما اقل، يعني ما فيش زياده؟ لا، كحد اقصى 30 يوم، تمام؟ ده بالنسبه لقانون الاسره. انما لو جينا نبص الناحيه الثانيه، البنك ناصر هنلاقيه بيطبق احكام الحبس دي بس عن طريق قانون العقوبات. يعني كده كده البنك ناصر قادر ان هو تحصل على المبالغ اللي هو بيصرفها، بيرجع على المدعى عليه وبيحصل المبالغ دي، بيحجز بقى عليه، عنده عقار، عنده عربيه، عنده اي منقولات، المهم هو بيقدر ان هو يستفي خلاص وياخد الحقوق بتاعته. تمام. يعني انما انا بالنسبه لي كامراه او كست معايا حكم وهنفذه عليه، انا ما بقدرش اخد منه اي حقوق حتى لو اتحبس. حتى لو اتحبس انا مش عايزاه يتحبس. انا عايز حقوقي، يعني انا مش عايزاه يتحبس لان مش هستفاد من حبسه شيء. بالظبط. انا هستفاد لما اخد حقوقي. بتغليظ العقوبه، يعني غلظ العقوبه، بلاش الشهر ده، احنا ممكن نتكلم في تغليظ العقوبه، خليها سنه. الهدف برضو من السنه او من التغليظ ده ان انا مش عايزاه يتحبس، انا عايزه استخلص منه حقوقي خلاص. قلنا بلاش الحبس. اتكلمت في ايه برضو؟ اتكلمت في انك حتى مثلا لو يبقى هو عليه حكم حبس خلاص، بس مثلا نزل لي اسمه على في الجوازات، في لما يروح يطلع بطاقه تقف، رايح طلع باسبور ما يطلعش، رايح يجدد رخصه العربيه بتاعته ما تطلعش. حضرتك اوقف انت خلاص كمسؤول، ينزل لك عندي الاسم خلاص بتاعه، تعرف ان الراجل ده ممتنع عن سداد النفقه بتاع زوجته او مطلقته او اطفاله ايا ما كان. يعني حضرتك شايفه ان في فرق بين بنود نص القانون في العقوبات اللي احنا عارفينها كلنا الجنائيه وغيرها والاسره، يعني شايفه في فرق شاسع. ما بقول لحضرتك انا عندي هنا شهر مساواة. وعندي هنا سنه. انا عندي هنا شهر بنص قانون الاسره، وعندي الناحيه الثانيه سنه بنص قانون العقوبات. القانون او يعني ادى الحق لبنك ناصر انه يستفي حقوقه عن طريق قانون العقوبات، واداني انا الحق عن ان انا استفي الحقوق دي خلاص عن طريق قانون الاسره، اللي هو ما فيش وجه مقارنه ما بين الحتتين. طب ممكن ننظر لها من لمه ثانيه؟ مش ممكن يكون مثلا المده مثلا قليله او حاجه زي كده بيدي فرصه مثلا ان الناس دي تتراضى مع بعض ثاني؟ لا خلاص، ما بقاش في تراضي بقى، احنا بنتكلم النهارده في احكام وجبه النفاذ. هو طبعا احكام، احنا بنتكلم في الاحكام بس، مش ممكن يكون يعني زي ما يكون ايه، يعني بيقول لك ايه خد فرصه ثانيه مثلا، فهم عشان كده بيقولوا مثلا اصلا دي قانون اسر، يعني حاجات اسريه، ما ينفعش مثلا انها تتساوى بالعقوبات والحاجات ديت، ولا ايه راي حضرتك؟ تمام، مفيش مشاكل. ما انا بقولش حضرتك انا كمبدا عام انا مش عايزاه تحبس خالص. تمام، الغي لي خالص فقره الحبس دي كمشرع، الغيها خالص من نص القانون، تمام، وحط لي مكانها اي ضوابط ثانيه. يعني اي مكانها حاجه، اي ضوابط يعني تانية. تقدر تحكم العمليه دي، تقدر تحكم العمليه دي بحيث ان انا في الاخر اقدر اخد حقي. تمام. طيب كلمينا بقى عن المبالغ اللي بتتجمد، تمام؟ بعد الحبس مصيرها بيكون ايه؟ لا، مصيرها خلاص هو اتحبس وانا عندي متجمد النهارده حبس، فمفترض قانونا ان انا بلجا للقضاء المدني، يعني قانونا انا المفروض بلجا للقضاء المدني، اللي هو عايزه استفي الحقوق ديت بان انا احجز بقى على منقولات ليه زي ما بنقول، او احجز على اي يعني مثلا عربيه سياره الكلام ده خلاص، فانا هستفي ده بس عن طريق الشق المدني، هبعد عن الجنائي خالص، انا احبسه، تمام؟ طيب لما جينا نواجه الكلام ده عن طريق المحكمه فعلا، ودخلنا المحكمه فعلا وقلنا احنا عايزين ننفذ الحكم ده خلاص بالطريق المدني، فوجئنا بانه اترفضت الدعوه، تمام؟ وقال لك لا خلاص احنا بالفعل خلاص صدر حكم جنائي بحبسه، فخلاص يعتبر هي سبق الفصل فيها خلاص. تمام، هي دعوه سابقه الفصل فيها بحكم جنائي. يعني بعد المبالغ ما بتتجمد بعد الحبس خلاص مالكيش حاجه جنائيه عنده تاني؟ خلاص يعني ما ينفعش انك يعني ما يتحبسش مثلا تاني؟ لا، هو بيتنفذ عن مده معينه خلاص، ما انا كل مده بيطلع لي عنها حكم حبس. جمدت سنه، جمدت سنتين، جمدت 6 اشهر، زي ما كان هي المده بيطلع ليها حكم حبس واحد بس. تلجأ للمدني تتجدد. بحيث انه لو عنده حاجه تقدري تحجزي عليها، هو ده اللي تقدري تعمليه. بالظبط، ما هي المشكله والكارثه عندي ان انا لما بلجأ حتى للمدني بيقول لي لا انت عندك حكم حبس.
سواء تنفذ الحكم او ما تنفذ. ما انا بقول دلوقتي حتى انا لو عندي الحكم ده لو تنفذ انا مش عايزه انفذ عليه حكم الحبس، انا عايزه المبلغ اللي اتجمد عليه الحكم المالي اللي اتجمد عليه. تمام. طيب حضرتك بقى شايفه في بعض الاحيان، بما ان حضرتك طبعا ليكي بقى طويل، شايفه ان في يعني دعاوى حبس بتترفض ولا لا؟ ولو في بتترفض ايه الاسباب؟ والله يا سؤال جميل. انا معايا بالفعل احكام بالفعل صدرت برفض دعوى الحبس. ليه؟ ايه بقى الاسباب هنا؟ هو المفروض مفيش اسباب، يعني انا عندي مفيش دعوى حبس المفروض تترفض، تمام؟ لان من شروطها، لما الشروط كلها بتبقى متوفره عندي لرئيس الدائره او للقاضي ان هو يصدر حكم بالحبس، فانا بالتالي لما باجي ارفعها بيبقى عندي كل الاسباب متوفره. يعني بتترفض لعدم استيفاء الشروط مثلا؟ ما فيش، لا هي لو حتى في عدم استيفاء للشروط تترفض، انما لما اجي اقدم لك دعوه هي مكتمله الاركان خلاص ومتوفره كل الشروط فيها وتيجي وتترفض لاسباب انا لا اعلمها، لمجرد ان التحريات ذات لحضرتك بتقول ان المدعى عليه لا يستطيع انه يدفع مبلغ المتجمد دفعه واحده، لا دي صعبه قوي. تمام. دفعه واحده، يعني انا لما يكون عندي دعوه خلاص منظوره امام القضاء، تمام، بتقول ان الراجل ده يقدر يسدد المبلغ اللي هو المتجمد ده على دفعات، حلو تمام، راي النيابه لما بس هيسدده، المهم هيسدده بالظبط، لما يجي راي النيابه وياكد لي ده ويقول لي تمام هو يقدر يستطيع دفعه على سداده على دفعات، وبعدين اجي اصطدم بحكم المحكمه يقول لي لا والله معلش انا اسف رفض الدعوه. رفض الدعوه ليه وعلى اي اساس؟ تمام، يجي في الحيثيات الحكم يقول لي والله حضرتك اصل هو ما يقدرش يسدد كدفعه واحده. يا فندم انا مش عايزاه حضرتك تسدد على دفعه واحده، وخاصه لما يكون المبلغ عندك اصلا يعني بسيط، يعني حتى مبلغ بسيط جدا وحضرتك تيجي ترفضه عشان خاطر هو مش يقدر يدفعه دفعه واحده، لا ده ظلم، ظلم جائر، ظلم كبير جدا والله. يعني لاني انا في سيدات كتير جدا يعني حتى مثلا هو موكلين او حتى مش موكلين، بس انت من خلال يعني الاحتكاك ممارسة العمل يوميا انت بتعرف ان في ناس يعني سيدات كتير جدا جدا يعني اللي هم ابسط ما يكون ان هم تقدر تشتغل عمل او عملين خلاص عشان تقدر تكفي وتتعايش وتقدر تطلع بولادها دول يعني توصل بيهم، حتى لو مراحل يعني مش هنقول مثلا عالية او في التعليم، بس على الاقل يعني تقدر يعني ايه يعني على الاقل الست تقدر تعيش يعني بالظبط. طب ايه راي حضرتك ناخد فاصل وبعدين نكمل الحديث؟ اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الاستاذ المحاميه داليا نعمان. وبعد الفاصل نستكمل الحديث مع الاستاذ المحاميه داليا نعمان. استاذ داليا اهلا وسهلا بك مره ثانيه. اهلا بك يا فندم. طبعا احنا اتكلمنا عن الدعاوي ان في دعاوي بتترفض، وطبعا في قانون يعني مشروع قانون كان متقدم من الازهر الشريف في الفتره الاخيره. تمام تمام، عايزك تكلمينا بقى عن مشروع القانون ده، يا ترى شايفه ان ده هيكون افضل ولا شايفه ايه؟ لا هو بالنسبه لموضوعنا برضو عن الحلقه النهارده موضوع النفقه، هو المشروع اللي كان متقدم من الازهر برضو كان المفروض ان هو هيتعرض على مجلس النواب ويتناقش يعني الدنيا دي كلها، وطبعا هو بالنسبه لي انا برضو رؤيتي الشخصيه ان هو برضو كارثه. يعني شايفه المقاييس. المشروع المقدم من ازهر الشريف برضه مش 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 يتناسب برضه؟ بالعكس بالعكس، هو هيزود لي المشاكل مش هيحل. هيزود لي المشاكل مش هيحلها خالص. من ناحيه اما نيجي نتكلم في الـ في الـ في الماده الخاصه بالنفقه تحديدا في الفقره ب وجيم، هو بيديني قال ان الزوجه ان لم يكن لها مال خلاص نفقتها بتجب على ايه عند عدم الزواج اعطوها نفقه الكفايه المقدره يكون لها حق الرجوع على الزوج، تمام، دي جزئيه ب. نص جيم لما نقول فرض النفقه للزوجه بالقضاء او بالتراضي يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجه ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج، دي كارثه. دي كارثه بكل المقاييس. كارثه ليه؟ يعني ايه انا اقترض؟ انا هقترض النهارده منك خلاص كأنا مثلا زوجه او انا مثلا انفصلت، فانا هاجي اقترض منك عشان ارجع على الزوج. طب تمام، ايه اللي يضمن النهارده ان انا فعلا اقترضت منك واقترض منك ليه؟ تمام، لما انا لما انا من البدايه اقدر ادخل باب المحكمه واطالبك انت كزوج بنفقتي، هرجع انا الف ليه كده من الدايره بعيده واروح استلف ومدي ايدي واستلف او اقترض من ده او من ده خلاص عشان ارجع برضو عليك انت في النهايه. ايه المصلحه في كده؟
او ايه رؤيتك انت كمشرع او يعني حد من الازهر شيخ فاضل، انت رؤيتك في كده ايه؟ انت رؤيتك في كده ايه او المطلوب ايه من كده او الهدف من ده ايه؟ انما اقترض منك. طب انا ممكن سهل جدا استاذ احمد، طبعا عايزه مثلا منك مبلغ 1000 جنيه خلاص، سوريه ممكن يبقى هدفها التنكيل بالزوج. طيب عشان او بالمطلق. تمام طبعا عشان خاطر بقى الختام وخلاص الحلقه يعني انتهت. انا اتشرفت بوجودي معاك. الشرف ليا طبعا. لو هتوجهي رساله اخيره، يعني لو هتوجهي رساله هتوجهيها لمين وتقولي فيها ايه؟ تمام، هوجه رسالتي لوزير العدل بصفته وشخصه. تمام يا فندم، لازم حضرتك تنظر بعين جديه وبشأن انساني بحت خلاص، او مش بانساني بحت، هو انت بتحقق لي بس ايه؟ بتحقق لي حته الكرامه او زي ما بنقول تكافل والكرامه خلاص، انت بتحققها بس في صيغه نص. القرار ده لازم 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 يتعدل خلاص، يوصل بيا للحد المطلوب او الحد المتماشي مع الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي احنا عايشينها. وكان في كلام كتير احب ان انا اتكلم في كلام معاك بس كتير. البرنامج وانا شرفت بحضرتك النهارده استاذ احمد. حضرتك اللي شرفتيني، وان شاء الله في الحلقات القادمه نستكمل الحديث مع بعض، لان في كلام كتير قوي يعني كتير. يعني شايف طبعا عشان بما انك انت نصيره المراه فممكن ايه يعني اللقب ده حضرتك واخداه ممكن يكون ايه متحامله شويه على الراجل ولا حاجه. لا بالعكس، بس في الكلام ده مفيش تحامل، فشكلك عندك تحامل. شرفتينا نورتينا مره ثانيه. شكرا أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة.